قضية حادث المريوطية، الأطفال الثلاثة خاصة إنه بيتم الإعلان عن كل المعلومات والحقائق المتعلقة بها، لأنها قضية كان الناس اهتموا بيها، لأنها أطفال وقتل. وكمان كان في شائعات بقى متناثرة في البداية متعلقة بعصابات بيع الأعضاء وغيرها يعني، وبالتالي الناس اهتمت بالقضية جدا. لما تصحى الصبح تلاقي 3 أطفال في أكياس سوداء بهذا الشكل، لا مشهد مؤلم ومشهد ليس تقليديا في مصر يعني. الجريمة مش هتتوقف، نعم، لكن كمان كان كويس جدا سرعة الكشف عن ملابساتها عشان تغلق الأبواب أمام أي محاولات إنك تاخد هذه القضية وتحاول إنك تصور يعني إلحقوا شوفوا الأطفال بيحصل لهم إيه في مصر يعني. واتضح إنها جريمة عائلية زي ما هنكشف لكم بعد كده، وزي ما بيان الداخلية أكدها. بس إحنا قلنا يعني نشوف شوية، ننفرد بشهادات بعض الشهود المهمين جدا في هذه القضية، الشهود اللي عايشوها بملابساتها المختلفة يعني. وهي قصة تقليدية لأم مستهترة بتشتغل بالليل في أي عمل يعني من أي نوع، طبعا هي بتشتغل في الأعمال المنافية للآداب وفي الملاهي الليلية، فتعمل إيه؟ بتقفل على أولادها علشان تتمكن من إنها تنزل تشتغل يعني. وهتسمعوا يعني بتقولك أنا رايحة الشغل يعني، ده الشغل. فالأطفال يمكن إنه يحصل لهم أي مصيبة، وده بيحصل كتير. بعض الأمهات المستهترات اللي ممكن تقفل على أولادها وتنزل تسهر أو تشتغل أو تعمل، حصلت قبل كده حوادث من هذا النوع. وهي عشان تتخلص من الجريمة فتقوم تعمل إيه؟ تاخد الأطفال بالشكل ده وترميهم يعني. تعالوا نشوف، إحنا يعني جبنا جوانب القضية كلها، مراسلنا إيهاب العجمي شاف المكان وهيقول لكم بالظبط، هيوضح لكم الجريمة تمت حتى إزاي وكيف تم إلقاء الأطفال. معانا شهود عيان مهمين جدا هيقولوا القصة. القصة فيها جوانب اجتماعية وجوانب أخلاقية وجوانب إنسانية متعلقة بالأطفال الذين لا ذنب لهم يعني، واللي بيدفعوا ثمن عائلات من هذا النوع. علشان كده كشف ملابسات الجريمة بالسرعة دي مش كافي، لا ده لازم نقعد نحللها بقى نفسيا واجتماعيا، ونشوف ازاي نتعامل مع قضايا من هذا النوع، قضية مخيفة تم الكشف عن كل ملابساتها. نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف النقاب عن قضية العثور على جثث الأطفال الثلاثة بمنطقة المريوطية، وتمكن فريق البحث بقيادة اللواء محمد عبد التواب والعقيد محمد راسخ من القبض على الجناة. منذ أيام قليلة تم العثور على جثث 3 أطفال في هذا المكان، ولكن الأمر تغير كثيرا لأن الإدارة العامة لمباحث الجيزة كشفت الستار عن تفاصيل الوقع. مسرح الجريمة بيبعد عن مكان العثور بأمتار قليلة جدا. لو الكاميرا تروح معايا كده في الاتجاه ده، ده حضراتكم المنطقة السكنية اللي هناك دي شهدت مسرح الجريمة. كما حضراتكم شايفين كده ده شارع الزهراء متفرع من عز الدين عمر بمنطقة الهرم. المعلومات اللي عند حضرتك عن القضية؟ هي معلومات عامة، لأن هو عبارة أنا كنت أعرف بحكم التعامل، وبيجوا يشتروا الأم والمقيمة معاها، أمي كانت مقيمة مع واحدة تانية في شقة العقار. الشقة كانت بتقيم فيها سيدة تدعى أم نيلي. أيوة مظبوط. تمام كده، هي كانت استأجرت الشقة هي وجوزها. مظبوط. من أحد الأشخاص اللي هو بيملك الشقة. بيملك البيت. استأجرتها من قد إيه تقريباً؟
حوالي 4 أو 5 أشهر تقريبا. من حوالي 5 أو 4 أشهر. لما الثانية أقيمت، أقامت معاها من حوالي 3 أشهر تقريبا. وجات سيدة أخرى قعدت معاها. هي وعيلة. السيدة الأخرى دي حضرتك بقى هي اللي كان عندها الأطفال؟ كان معاها 3 أطفال. الثلاث أطفال الثلاثة اللي تم العثور على الجثث. هم 3 أطفال. أه. هم الثلاثة. أه كان معاها 3 أطفال. لا شفت واحد، لا شفت واحد بس فيهم. شفت طفل فيهم. والتاني بحكم إن هم كانوا بيجوا يشتروا عندي حاجات يعني لبابا بارز. أه بتيجي بيهم. أعمارهم قد إيه تقريبا؟ لا الطفل أنا شفته كان من حوالي من 5 سنين. من 4.5 لـ5. ايه اللي حصل يعني ليله الحادث؟ هي كانت منهاره، من حضرتك قلت لي ان السيده كانت كانت منهاره، فبسال ام نيلي دي بقول لها في حاجه خير؟ قالت لي ابدا ما فيش، دمها ماتت توفت. الكلام ده حوالي العصر تقريبا او الساعه 3 ده قبل ما قبل اكتشاف الحاجه، قبل اكتشاف قبل ما اكتشفوا الجثث. كانت الام معديه منهاره خالص في حاله ذهول و ما فيش بعد كده، ما مفترض ان هي تمشي يعني وتروح، فمفترض بس جت قعدت لغايه الساعه 8 9 بالليل تقريبا. جابوا توك توك من بره وجم قدام باب البيت عندهم وخدوا، بس ما شفتش ايه اللي اتحط جوه التوك توك بصراحه، ما مش متاكد. بس مش متاكد. تمام. بس خرجوا شفتهم وهم خارجين، كان معاهم هي الاثنين ومعاهم اللي هي الطفله اللي اسمها ليلى، بس من غير الاطفال. هما كانوا بيخرجوا يشتغلوا في اوقات متاخره، بيخرجوا من 8 9 بالليل يرجعوا على الصبح 8 9 الصبح. الجيران هنا كانوا لاحظوا، حضرتك كنت بتقولي معلومه ان الجيران كانوا لاحظوا ان الاطفال كانت دايما بيخبطوا على الباب مقفول، ان هم كانوا بيقفلوا عليهم. هم الجيران قالوا لي كده، اللي هم ساكنين في نفس العقار، ان هم يخبطوا بالليل ويلحقنا يا عمو افتح لنا يا عمو كده بالليل كل يوم، وسمعوا صوت الاطفال في نفس يوم الحادث، بس ما كانوش اكيد مش هيدركوا لان هو كان كل يوم معتادين على الصوت، كانوا بيقفلوا على الاطفال بالمفتاح وكانوا مظبوط. تمام. لكن باب مفتاح الاوضه مش الشقه. طب لكن حضرتك ما شكتش في السيده دي؟ ما شكتوش في سلوكهم او الكلام؟ هم شكلهم كان شاذ، لانهم كان طريقه لبسهم ووقت خروجهم ودخولهم يعني شكلهم كان ملفت للنظر. بطريقه لبسهم، مكياج والجيم مظهر العام. تمام. كانوا بيخرجوا في اوقات متاخره ويرجعوا الصبح. دي صوره نيلي طبعا، ونظرا لوجود نيلي في امام النيابه للتحقيقات لاستكمال التحقيقات، فطبعا هي حكت لجدها على التفاصيل الخاصه بالواقعه اللي هي شافتها. قلت لي ان نيلي قالت لك ان هي شافت حضرتك الشقه هي ومامتها واماني دي. اماني وفتحوا الباب لقوا العيال محروقين ومرمين على الارض. نيلي اللي حكت ده كده. لما لما تقابلناها في قسم الشرطه حكيت لي كل ده. ان وهي قالت المباحث نيلي نفس الكلام، يعني ان نفس الواقع اللي حصلت وحكيتها لي حكيتها للشرطه. يعني الكلام ده هو نفس الكلام اللي قالته الطفله نيلي في التحقيقات. في التحقيقات. هم اطفال صغيرين وفي نفس الوقت امهم مش لا مبالاه، يعني انا معلش ايا كان الحد اللي انا قاعد عنده، حتى لو هقعد عشان مكان التوا فيه، مش معنى كده ان انا احبس عيالي في اوضه وارميهم. هي كانت قاعده عند صاحبتك دي هربانه من الاحكام ولا هربانه من جوزها؟ فعلا ابني بريء، انا متاكد من دي كويس قوي، ان ابني ما كانش موجود معاها اصلا، كان قاعد فعلا معانا هنا بقاله 3 أو 4 أيام، يعني كان قاعد معايا من يوم الجمعه لغايه يوم الاربعاء الصبح بالظبط. طبعا من الامور اللي قدرت ان هي تساعد رجال المباحث في الوصول الى المرتكبي الواقعه كاميرا المراقبه، هي دي موجوده في احدى الاكشاك المتواجده على ناصيه الشارع اللي تم العثور فيها على جثث الاطفال الثلاثه. كاميرا المراقبه دي ده كشك بسيط جدا في الشارع زي ما حضراتكم شايفين، لكن هو الراجل حاطط كاميرا مراقبه هنا، دي ادي الكاميرا وادي الناصيه اللي تم العثور فيها على جثث الاطفال الثلاثه. دي كل المعلومات حققناها من مكان الحادث، من الكاميرا اللي عملها صاحب الكشك اللي هي كشفت وجود التوك توك وبدأت عملية البحث من هنا، وبعد كده ده كان الخيط اللي قاد للي انتوا سمعتوه للقصة بالكامل يعني.
والقصة بالكامل بجوانبها الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية، يعني قصة يعني مش ممكن، مؤثرة جدا في إن في أطفال بهذا الشكل يدفعوا الثمن لكل هذا الاستهتار والانحراف يعني، والجريمة بداخلها مجموعة من الجرائم وسلوكيات معبرة عن مجتمع تاني، يعني مجتمع بيعيش بهذا الشكل اللي احنا شفناه، واللي بيدفع الثمن، اللي دفع الثمن في النهاية هو الأطفال يعني. خليني كده نشوف بسرعة كمان، نشوف ده 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 التحقيق اللي احنا عملناه، نشوف بقى اعترافات المتهمين بعد أن تم القبض عليهم، خاصة السيدة كمان اللي هي لب القضية. جريمة هزت الرأي العام واستفزت مشاعر المواطنين مع ما صاحبها من بث أخبار مغلوطة دون سند حقيقي عن أن دافعها سرقة أعضاء بشرية، وحديث عن حريق في إحدى دور رعاية الأيتام، ثلاثة جثث محروقة ملقاة بتقاطع شارع الثلاثيني مع المريوطية بالطالبية بالجيزة، في وقت كان فيه فريق البحث المشكل من قطاعات الأمن العام والوطني والجيزة يعمل على كشف ملابسات هذه الواقعة بعيدا عن ضجيج التصريحات. أول الخيط كان كانت مشاهدة لتوك توك تستقله سيدتان وفتاة قام بإلقاء هذه الجثث في الشارع. بتتبع الخيط وسؤال سائق التوك توك أمكن التوصل لمكان سكن السيدتين، وهنا بدأت الحقائق تظهر عكس ما تم الترويج له. أم الأطفال الثلاثة والتي كانت مقيمة مع صديقة لها وراء الواقعة خوفا من المساءلة بعد اختناق الأطفال إثر حريق نشب بغرفتهم في غياب السيدتين. طفشت من أهلي من 15 سنة، سبت أم وجيت مصر، عملت علاقات مع رجالة جبت منهم الثلاث أطفال دول، جوزت واحد من شبرمان كتبهم باسمي، برضو طفشت منه بسوق معاملته ليا، نزلت المحلات تاني، اتعرفت على صاف محل قالت لي تعالي عيشي معايا بدل ما انت في الشارع بعيالك، قلت لها ماشي، رحت عشت معاها وقعدت معاها انا وعيالي، وانا قبل ما انزل الشغل بروح اقفل على عيال الاوضه عشان ابني محمد شقي، بقفل عليهم الباب بالمفتاح وبنزل شغلي، باجي تاني يوم الصبح، جينا يوم الحادث نزلنا انا وهي سوا، جينا تاني يوم الظهر لقينا دخلنا من حلق الباب من فوق، فتحنا على العيال لقينا الاوضه معبقه دخان والعيال ميتين في الارض. قالت لي انا هتحصل لي مشكله وهتحبس وانت كمان معايا لان انت مسؤوله. قلت لها طب نعمل ايه؟ قالت لي انا هاخد عيالي وهلفهم وهاخد المصيبه دي عنك وامشي. لفينا العيال في ملايات وبطاطين، وبعد كده رحنا حطيناهم في اكياس وهي نزلت، بعد ما لفيناهم وحطيناهم في اكياس ورحنا لفيناهم في سجاد وموكيت وبطاطين، راحت نازله جايبه توك توك، راحت هي شايله محمد واسامه ونزلنا وحطيتهم في التوك توك. لما حطيتهم فارس انا شلته ونزلته تحت، رحنا محملين العيال في التوك توك ورحنا رامينهم على الرصيف على المرتيه خوفا من المسؤوليه عشان ما يتعملش محضر اهمال عشان الخوف، رميناهم وسبناهم وكل واحد مننا هرب راح في ناحيه. بالقبض على الفاعلين والاعترافات التفصيلية يزدى الاستتار عن القضية التي يحاول البعض التشكيك فيما جاء بها من حقائق تدين الأم التي تخلت عن إنسانيتها ومشاعر أمومتها ولم تبدي ندما على فقد أبنائها وتخلصها منهم بهذا الشكل اللا آدمي، وتفنيد المزاعم التي تحدثت عن قتل لسرقة الأعضاء وتؤكد ضرورة تحري الدقة تحقيقا للصالح العام.